السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم سيفاهير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الحلوه ديال غريبه ديال الكوكو سميت بالمقادير، يعني في حال ديما بسيطه ومتوفره. كيف كيبان لكم، عندنا هنايا واحد الرابعه ديال السكر كلاصي، السكر ثقيل، عندنا ربعه ديال السميده رقيقه، عندنا ربعه ديال البيضات، كاس العنبه ديال الزيت النباتيه، قبيصه ديال الملح، ساشي ديال الخميره، شويه ديال المزهر باش كنفندو فيه الغريبه ديالنا، وربعه ديال الكوك. اذا نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. غادي ناخذ البول ديالنا، نديرو شويه ديال الملحه، نديرو ربعه ديال البيضات، اذا كيف غادي تشوفوا هاد الغريبه، يعني المقادير فيها سهله وكتخرج لينا، يعني كتخرج واحد الطبيصه مزيان في الحطه. هاد كيف قلنا المزهر كنخليوه باش كنتندو فيه في الحلوه، يعني نخليوه حتى للاخير. وهاد السكر كلاصي ما كنديروش كامل، يعني كنخليو واحد الشويه باش كنفندو فيه الغريبه ديالنا. صافي على هاد القياس هذا، صافي كنخلطو البيض مع السكر واحد الشويه. يعني واحد شويه باش كيتحيدوا دوك الحبيبات ديال دوك الكويرات، عفوا، ديال السكر كلاصي. ثم كنضيفو كيف قلنا كاس د العنبه ديال الزيت، يعني حتى هي سهله جدا، راه ما كنتعطلوش في التحضير ديالها. صافي كنزيدو السميد وكنزيدو الكوك، غنحاول ما نديروش كامل حتى نشوف واش غادي تشرب ليا ولا لا. صافي غادي نزيد مع هانيت التخميره، وهاد الحلوه حتى هي ما كنبقاوش ندلكو فيها، يعني مع الكوك ما كنبقاوش ندلكو فيه، غير واحد شويه كنخلطو كتمتزج ديك العناصر. صافي وكنحبسو. دابا انا كنخلط وعيني ميزاني واش غادي نزيد الكماله اللي بقات عندي ولا لا. نزيد واحد شويه، يعني خصها تكون ملي نجمعوا الكويره ما تكونش كتلصق لينا في الايد وما تكونش ناشفه بزاف. من الاحسن نزيد هاد الشويه اللي بقى. صافي صافي، دابا يعني هزات ليا تقريبا 250 غرام اللي عندي، هزات ليا كامله. هذا هو العبار عندي انايا، حيت بعض المرات كنطيحو في الكوك تيكون كيشرب بزاف، داكشي علاش ما نقدروش نديروه كامل مره واحده. صافي صافي، كيف تيبان لكم دابا، هو يعني هاد الكويرات هاي دابا كتجمع ليا. صافي هذا هو الخليط كيفاش بغيتو يكون ليا.
كنجيبوا شويه ديال المزهر، نكبوه في شي حاجه واحد شويه، كنبداو كنفسدو يدينا مره مره. صافي فهمنا، يعني كنفسدو يدينا واحد شويه وكنبداو كنهزو، يعني على حساب الكويره قداش بغيناها، واش كبيره ولا صغيره. صافي ما كان ملي كنبداو كنكورو فيها، يعني ما كنضغطوش عليها. صافي انا بغيتها غير بحال هكا، ما بغيتهاش تكون كبيره بزاف، يعني ما غاديش ندهنها من الجوانب بجوج، غندير غير جهه واحده. صافي ما بغيتهاش تجي حلوه. صافي كنبقى كنستمر بهذه العمليه، نحاولوا شويه نجيبوهم مقادين. صافي بحال هكا كنديرها بالسكر كلاصي. صافي على هذا الشكل. صافي انا كنستمر بهذه العمليه حتى كنكمل هذا الخليط اللي عندي، ونتلاقى بكم. والان بعد ما كملت التاف ديال الحلوه ديالي في اللاطا، تندخلها الفران، يعني كطيب من الجهه السفلى، ثم كنشعل عليها الطيب من الفوق حتى كتحمر. وهذا الشكل ديالها كيف كتبان لكم، يعني تجي محمره وخفيفه. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Yeah.